السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو معكم الشباب من www.easyhold.com. غادي نشوف هاد الفيديو التمرين الثاني غادي ندخلو له. الور هاد التمرين الثاني في السيريا دو كيهضر على النوفر ميثود. الور الميثود اللي شفناها في الفيديوهات السابقة هي الميثود ديال نيوتن، سالينها. دابا غادي نشوفو النوفر ميثود، هي الميثود ديال ديكوتومي، الميثود ديال لا سيكونس. بكل بساطة سي فاسيل، غادي نشوفوهم ونعرفو الطريقة ديالهم وكيفاش غادي نجبدوهم وكيفاش نستعملوهم والدور ديالهم وما إلى ذلك طريقة العمل. ألوغ نبداو في هادشي ديالنا. ليكزيكسيون تيقول السؤال الأول: مونتري كوليكواسيون طونجونت إكس موان إكس إيكال زيرو أدمين سوليسيون يونيك دون انترفال إكسترا 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 تروا بوان. شو المعنى ديال هاد السؤال؟ تيقول لك بين أن هاد دار لا طونجونت إكس موان إكس إيكال زيرو تقابل الحل في المجال هذا، وهذاك الحل ينتمي لهذا المجال هذا. ملي تشوف الأسئلة بهذا النوع هذا، فكر في حاجة واحدة اللي هي مقارنة القيم الوسطية بالعربية و تيوريم دي فالور انترميديير بالفرنسي. هادشي فاش تفكر يعني فوا تشوف ادمي ان سوليسيون اونيك، مقارنة القيم الوسطية اللي قريتوها في الباك. مقارنة القيم الوسطية شنو خدمتها، شنو الدور ديالها، شنو علاش باغا توصلك هاد المبرهنة. باغا فريمون تأكد أن طونجونت إكس موان إكس راه فريمون عندها واحد الحل. دابا أنت مثلا عندك واحد المعادلة باغي تحسب ليها الحل ديالها، باغي تحسب ليها الحل ديالها، ماشي غير تجي تبدا تخدم وتحسب الحل، ولا مكانش عندها الحل شنو غادي دير؟ غادي تخدم 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 في الآخر ما عندهاش الحل. لهذا تيوريم دي فالور انترميديير جات تقول لك أنها واش بواحد الطريقة سهلة، أنها واش فري عندها الحل ولا ما عندهاش. فهمتيني؟ يعني في الاول خصك تعرف عندها الحل، وابري كتبدا تجبدو دير التقريبات ديالك حتى كتحصل على الحل. فهمتوني؟ يعني كخلاصه طيور الفالو انترميديا كتقول لك جوج حوايج، تقول لك حاجه واحده اللي هي واش المعادله عندها حل ولا ما عندهاش حل، ولكن راه ما كتحددش الحل شنو هو، غير كتعطيك الجواب انه واش فري كاين ولا ما كاينش. وابخي كدير شي طرق باش تكتشف هذاك الحل اللي هي اللي غادي نشوفو ديكوتومي ولا سيكونس. الوغ ابخي سا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو تيار ديفالو انترميديير، غادي نشرحها لكم بواحد الطريقة، كيفاش كتكتشف هي ان الحل موجود ولا ماشي موجود. وابخي ندوزو لديكوتومي ولا سيكونس. الوغ نبداو. اول حاجة عندي لكم واحد الاضافة اللي هي واحد السيت كيدير لك الرسم ديال الدالة، راك تكون شفتو في الفيديو السابقة اللي هو هذا. شديت انا السيت، شديت انا الفونكسيون ديالي حطيتها هنايا، شديت الفونكسيون ديالي حطيتها هنايا، درت ليها الرسم بلوت هي الرسم. الور ارسم ليا السيت، ارسم ليا الدالة ديالي. كيف ما كتشوفو الدالة غادا كتكرر في بعض المجالات، كتكرر كيف ما كتشوفو. هو شنو قال لي؟ شنو قال لي؟ قال لي شوف واش عندها حل. قول لي تأكد ايفيريفي كو الفا ينتمي 4.4 4.5. كيف ما كتشوفوا اللي جيتو في المنطقة هذه اللي كاينة هنايا، لا قربنا بزاف لا قربنا، زدنا قربنا. شكون تلاحظوا باش غادي نلاحظوا؟ لا قربنا، هانتوما كتشوفوا شتي الحل، هانتوما الحل هو 4.5. دابا نزيدو نقرب نزيدو نقرب باش نتأكدو ان التمرين فريمون راه داكشي قالوا لنا صحيح، ورا فريمون الدالة عندها الحل. هادشي غير بالبيسي كنصايبوه، هادشي راه ماشي جواب ولا شي حاجة، راه غير باش كتأكد من الطرافاي ديالك وكتبدا تخدم. هانتوما لاحظتو 4.4 4.5، والحل ها هو الحل كما كتلاحظو. فريمون الحل راه ما بين ألفا 4.4 و 4.5، يعني الحل ديالنا راه كاين. خصنا نلقاوه ونبداو الخدمة ديالنا، وهادي غير طريقة باش تبدا تانيستاليز الخدمة ديالك بواحد الطريقة جميلة. وتأكد من الأمور متبقاش غادي نسيتو، راه التمثيل المباني كيفيد بزاف فيما كتشوفو، اكتشفنا الحل غير منو. ونبداو الخدمة في صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.